وفي القطاع الخدمي أعلن مدير بلدية تكريت المهندس أنس الفراس البدء بحملات ترميمية ومشاريع خدمية بعدة أحياء في القضاء منها القادسية، وتشمل إزالة التجاوزات ورفع الأنقاض وتأهيل الشوارع الرئيسية والخدمية. وليد علاء والتفاصيل. حزمة جديدة من المشاريع تغير من ملامح مركز محافظة صلاح الدين تكريت. أعمال وآليات تسابق الزمن في حي القادسية لتبليغ الأحياء المتبقية شمال المدينة، وأخرى تأهيلية شملت عدة شوارع رئيسة وحيوية. هذه الخدمات المنتظرة ستصب في صالح عام لأكثر المناطق السكنية زخما، سيما قبل بدء العام الدراسي الجديد لتسهيل تنقلات الطلبة. هنالك مشاريع لصيانة الطرق ومعالجة التخسفات، ويعني القضاء على المظاهر والمشاهد السلبية البسيطة في المدينة، مثلا بداية الجسر على يمين الجسر. نعم، فصارت هنالك معالجات من قبل كوادر البلدية، معالجات صيانة. أيضا هنالك حملة كبيرة لمعالجة التخسفات وصيانتها، صيانة الشوارع. فأعمال بالتالي أعمالنا مستمرة لقادم الأيام، ويعني المواطن إن شاء الله بدأ يلتمس هذه المشاريع وهذا التقدم بإنجاز المشاريع. طبعا هي 6 مشاريع، وننتظر أيضا عدد، هنالك مشروع قيد الإنجاز عدد مهم آخر من هذه المشاريع. لذلك أطمئن أهلي في حي القادسية بأن حكومة المحافظة ومديرية البلدية تتابع وتنفذ وجادة بأن تنهي ملف تبليط الشوارع في هذا الحي. وكان لطريق تكريت السريع نصيبا من الأعمال الترميمية والمعالجات، فالمجسرات في هذا الطريق الدولي التجاري جرى تسييجها وأصلاح الأضرار المترتبة على الطريق ووضع العلامات التحذيرية لعبور آمن في الليل. إلى ذلك شهد مدخل تكريت الجنوبي مؤخرا حملة كبيرة أيضا لتخطيط الطريق وقيام طرق وجسور صلاح الدين بوضع بعض الدلالات المرورية كجزء من تأثيث الطرقات. من خطط الصيانة التي تقوم بها مديرية طرق جسور صلاح الدين، قامت المديرية بإجراء صيانة مجسرات 3 على تحويلة تكريت، حيث تضمنت الصيانة قشط وأكساء المقاطع المتضررة وإصلاح السياج الحديدي وإعادة إنشاء وتنفيذ السياج الوقائي مع تثبيت العلامات الفسفورية. تقوم المديرية أيضا بأعمال تخطيط الطرق الرئيسية من مدخل تكريت عند ناحية العوجة وطريق العالم فتحة، أيضا تم تخطيطها، بالإضافة إلى تخطيط الطرق الرئيسية التي تقوم بها المدينة ضمن أعمال الصيانة. وتنتظر مناطق تكريت الغربية سيما الديوم استجابة لسلسلة مناشدات متكررة لشمولها بمشاريع مماثلة تنتشلها من واقعها الخدمي المنهك. فلا زال الجزء الغربي من تكريت الذي عرف توسعا سكانيا وعمرانيا كبيرا في السنوات الأخيرة مهمل، ويعاني المواطنون فيه صيفا وشتاء، لا أن يبقى التركيز على قلب المدن وتترك الأطراف الأخرى. من تكريت، وليد علاء، صلاح الدين.